بمشي واشوف يعني مناطق ظروفها صعبة، فكنت بحلم ان ده يتغير. كنت اقول لو انا معايا اموال خاصة بيا يا رب انا هغير الكلام ده. فكنت اقول لو يعني 100 مليار يبقى كفاية ولا لا وكده. فكان اللي يسمعني يقول لي انت بتحلم انت، ولو معاك الفلوس دي مش هتعمل كده. فجي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس، انا هخلي معاك البركة، هخلي معاك البركة، وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك، هتغير صحيح، هتصلح احوال صحيح، هتراضي الناس صحيح، هتسعد الناس صحيح. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله.